فقدتك المياس يا عمري أيقظ الإحساس. ضيفتنا الليلة بتلون فنا بمخزون فني كبير. يوما على يوم لو طالت الفرقة. هلا بهالحلقة عم بتحدى حالي صراحة. ليك البكي بس يكون حلو بصير فرح. أنا بحس الواحد حلو يكون يشبه فنه. أنا بعتقد الفنان لازم ينوع بس دايما يربط أشياء بإحساسه الخاص. يا حبيب ما أنسى مطيق العيشة بلا طرب. الخميس 10 مساء بتوقيت القدس على العرب 2.